كلم العاقل بما يعقل. يعني الان انا ما دام ياني مبلغ الان من الضريبه، طبعا اقول من اللي هي 3% سنه وثلاث شهور، وطبعا وضعت المال في مخباي، غير ما انا طبعا وزير الماليه نرفض ويمشي ويروح وخلاص ينتهي الموضوع. الناس ترى مثل ما قلت محتاجه، ولكن انا اقول يا جماعه، يعني طبعا انا مقصد اي نائب والدغدقه ما الدغدقه ذي، هذه بالفعل في ناس للاسف شديد في الشارع واججون من ناحيه الوسائل الاعلاميه، وهذه مو مصلحتي ومصلحه البحرين. احنا لازم نتعاون. فانا اذا كنت سئت لاحد من الاخوان فانا اعتذر، ولكن انا ما سئت لاحد، انا شرت الى الشارع بما فيه طبعا من قلاقل وما فيه من ذي.